الاحمر بيلعب الكوره حلوه قوي ليحيى الدرع. يا سلام على الجمله التكتيكيه. اخطبوط الحراسه المصريه يتميز في الكوره دي. مساء الخير على جمهور نادينا الملكي، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجنا ملوك الصالات. البرنامج اللي بنتابع فيه كالعاده اخبار العاب البطولات والانجازات، الالعاب اللي ليها رصيد كبير من البطولات والالقاب مش بس على المستوى المحلي لا كمان على المستوى الافريقي والدولي. ولكن في بدايه حلقتنا خلينا نشوف هيكون معنا ايه النهارده. فريق طائره الزمالك كامل العدد استعدادا للموسم الجديد. جهاز السلة يفاضل بين المعسكر الخارجي ودورة ودية بالإمارات. ماتيو جارالدا يجتمع بجهاز اليد في الزمالك لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد. اتحاد اليد يبدأ البحث عن بديل باراندو لقيادة منتخب مصر. أبو القاسم يودع منافسات فردي سلاح الشيش ببطولة العالم. مصر تحصد 15 ميدالية متنوعة في البطولة الإفريقية للسامبو. منتخب مصر يشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث ب 11 لاعباً. ومن التقارير بطولات عالمية بصبغة مصرية. أما عن بطل قصتنا النهاردة فهو يحيى خالد نجم عالمي في كرة اليد المصرية. وضيفي اللي هيشرفني وينورني النهاردة محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد وواحد من نجوم البطولة الإفريقية. طبعا عندنا احداث عظيمه جدا وجميله جدا حابين نتكلم عنها بشكل كبير جدا، وطبعا كان اخرها بطوله افريقيا لكره اليد اللي خلصانه من يومين اللي اكيد حابين نتكلم عنها بشكل كبير جدا. هتكلم عنها ولكن خليني اقول لكم انه احنا فعلا في مرحله محترمه جدا ومرحله مشرفه جدا جدا للرياضه المصريه، ووعي غير طبيعي ومسانده غير طبيعيه من القياده السياسيه في فكره ان احنا بقينا مهتمين بالرياضه بشكل كبير جدا، واهتمامنا بالرياضه طول الوقت وبالبنيه التحتيه وبفنادق الاقامه وبتنظيمنا لرحلات حتى ترفيهيه للناس اللي بتكون او الوفود اللي بتكون متواجده والمنتخبات اللي بتكون متواجدة في مصر، خلى انه في يعني لفت انظار العالم كله، لفت انظار القارة الافريقية بالاكمل والعالم باكمله لفكرة انه خلاص بقى دايما زي ما هقول وهفضل اقول طول الوقت ان مصر بقت البيت الكبير للقارة الافريقية. بقينا دايما أول دولة بتيجي في أذهان أي حد في الاتحادات القارية أو الاتحادات الدولية بالتأكيد في تنظيم البطولات. طب الكلام ده جاي من فراغ؟ لا، الكلام ده مش جاي من فراغ، الكلام ده جاي من على الأقل يعني لو بتتكلم في آخر 3 سنين مثلا وتنظيمنا للبطولات. وفكرة إنك بتنظم البطولات آخر 3 سنين في ظل جائحة كورونا اللي يمكن
كنا في عزها بننظم، او في ذروتها يعني، بننظم بطولات، بننظم كاس عالم لكره اليد ب 32 منتخب لاول مره، بننظم بطوله جمباز وبطولات سلاح وخماسي حديث وكاراتيه وكل حاجه بقى يعني. كميه بطولات اتنظمت في السنين الاخيره خلت مصر هي عنوان القارة الإفريقية في استضافة البطولات. فقد إيه تنظيمهم للبطولات على كل المستويات بقى، يعني مثلا مش بنهمل، مش بنهتم بالجانب التنظيمي ونهمل الجانب الفني، مش بنهتم بالجانب التنظيمي والفني ونهمل الجانب مثلا الترفيهي أو الرحلات، مش بنهتم بالتلاتة ونهمل الإقامة مثلا والفنادق وكل الكلام ده. كل حاجة ماشية بخطوات ثابتة، كل حاجة ماشية بالتوازي، كل حاجة على أعلى مستوى، فنادق على أعلى مستوى، بنية تحتية على أعلى مستوى، الجزء الفني والاهتمام بأبطالنا سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية على أعلى مستوى. لأن أنت برضو لما تيجي تستضيف بطولات وعندك مثلا المنتخبات سواء على المستوى الالعاب الفرديه او الالعاب الجماعيه، الناس دي بعد ما تنظم البطوله وتلاقيهم مثلا واخدين المركز الاخير، لا مش موجودين اصلا، لا بيمثلوا مصر تمثيل مشرف، ما هو ده برضه هيضيع جزء من العرس اللي انت عامله او الانجاز اللي انت عامله. لكن الحقيقه ان احنا بنبهر القارة الإفريقية وبنبهر العالم على كل المستويات التنظيمي والفني والترفيهي وكل حاجة، حقيقي حاجة محترمة جدا جدا، مش بس كرة اليد والسلاح، لا كمان بطولة أفريقيا للجمباز لسه خلصانة الأسبوع اللي فات، كأس العالم للسلاح شغال دلوقتي، والحقيقة عاملين جو مصري بقى في البطولة عظيم جدا جدا. لو حضراتكم بتاخدوا بالكم، طبعا البطولة مذاعة على قنوات اون تايم سبورتس، لو بتاخدوا بالكم هتلاقوا انه اللاعب اللي بيفوز ويتم تتويجه بيلبس حاجة لبس فرعوني زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة جميلة جدا سواء على مستوى السيدات او الرجال. يعني كمان الموضوع بقى بطابع مصري دمه خفيف، يمكن احنا معتدين على اللبس الفرعوني او طول الوقت خلاص بقينا واخدين عليه، ودي حضارتنا اللي اتربينا فيها واخدين عليها بشكل كبير. لكن يا جماعه بجد الاجواء دي بتبقى مبهره ومبهجه للوفود وللمنتخبات بشكل غير طبيعي، بيبقوا فرحانين فيها بيها بشكل كبير جدا. وحقيقه انا بحيي اللي فكر التفكير ده من القائمين على البطوله، لان دي خطة وفكر محترم جدا لتنشيط السياحة بشكل من الأشكال. ما هو الرياضة لو أنت بجد منظم صح وعامل تنظيم صح وبنية تحتية وكل الكلام ده، أنت يعني هتشتغل على تنشيط السياحة. الرحلات الترفيهية اللي بتعملها للمنتخبات وأنهم يروحوا الأهرامات ويروحوا مش عارفة فين ويروحوا كل المعالم يعني في مصر، دي حاجة بتشتغل على تنشيط السياحة. لازم تبقى كل مجال قادر ان انت تستضيف فيه حدث تبقى قادر ان انت تخدم على كل المجالات التانية، وده الحقيقة اللي بيحصل، وده الحقيقة المبهر والجميل في تنظيم مصر للأحداث الرياضية وتنظيم مصر لكل الأحداث على فكرة في كل المجالات مش في الرياضة بس. كمان بكرة هتبدأ بطولة كأس العالم للخماسي الحديث، مستمرين ما شاء الله يعني، اللهم بارك. ما عنديش هنا وود عشان أتاتش وود، ولكن احنا مستمرين في إبهار العالم، احنا مستمرين في تنظيمنا للبطولات وفي ترحيبنا بده، احنا يعني بقينا بنرحب بده بشكل كبير جدا. عايزة أرجع، مش هقدر ما أتكلمش عن بطولة أفريقيا لكرة اليد قبل ما نروح للتقرير. بطولة أفريقيا لكرة اليد كانت حاجة محترمة جدا جدا جدا، سواء الحضور الجماهيري، سواء التنظيم، سواء الإقامة، الصلاة، كل حاجة، كل حاجة كانت جميلة. الدخول كان بشكل ميسر جدا 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 للصالة، التنظيم كان أكثر من رائع، حاجة كانت جميلة وعظيمة جدا جدا جدا. حضور وزير الشباب والرياضة وطبعا رئيس الوزراء للتكريم أبطالنا في النهائي زي ما حضراتكم شايفين، إيه الجمال ده وإيه الإبهار ده وإيه الاهتمام بالرياضة المحترم ده. أنا النهاردة كبطل رياضي لما يكون واقف معايا طبعا رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة في التكريم وتسليم طبعا كأس البطولة الإفريقية، قد إيه أنا أحس بالإنجاز اللي أنا عامله، قد إيه أنا أحس بأن أنا يعني كل الدولة والقيادة السياسية مش بس
بيذللونا الصعوبات، او مش بس بيهتموا بتوفير كل الامكانيات وتذليل العقبات واستضافه البطولات وتوفير بنيه تحتيه محترمه جدا جدا وكل حاجه اللي انا قاعده بحكي عليها من بدايه الانترو، لكن كمان الناس بتتواجد، القياده السياسيه بتتواجد من داخل الملعب وبتكرم ابطالنا. حاجه بقى مبهره، حاجه بتحس بقيمه انجازك بشكل كبير جدا، بتحس انك بتعمل انجاز كبير جدا. ولادنا وهم بيحيوا العالم احمد الاحمر وعلي زين ويحيى الدرع وكل ولادنا، كل ولادنا وهنداوي ومحمد علي، كل ولادنا، كل ولادنا اهلي وزمالك. ما فيش بقى ما تقوليش دلوقتي الزمالك والاهلي والكلام ده، كل ولادنا لما يبقى واقف وحاسس بالانجاز الكبير والعظيم ده، يعني حاجه محترمه جدا جدا جدا. والجيل اللي موجود دلوقتي جيل يستحق مننا كل التحيه والتقدير. بلاش بقى شويه الناس اللي هم اعداء النجاح واللي هم دايما لازم يبوظوا لك الفرحه كده في النص، ويطلع يقول لك يا عم ده كسبان كاب فيردي في النهائي فرق مش عارفه ايه. ده عشان انت منتخب عالي قوي، وعشان انت منتخب عندك امكانيات فنيه سابقه كل المنتخبات اللي حواليك، مش علشان البطوله الافريقيه سهله ولا علشان المنتخبات ضعيفه. لا، بلاش تحسبوها كده، بلاش الافق الضيق ده، بلاش التفكير السلبي ده، بلاش تقليل النجاح ده. خلينا دايما واحنا بنتكلم نقول ان انت بقيت في حته لوحدك، انت عندك محترفين في احسن الدوريات العالميه، وعندك لعيبه محليه على اعلى مستوى، مخليه عندك جيل عظيم بالشكل ده، مخليك فارق وفي حته تانية زي ما كان دكتور طارق لطفي وكابتن حسن ياسري وكابتن محمود حسين وكل نجومنا اللي شرفونا ونورونا. قالك احنا بقينا في حته تانية، مش ان المنتخبات دي منتخبات ضعيفه، لا طبعا دي منتخبات محترمه جدا وليها مننا كل التحيه والتقدير. وكاب فيردي والمغرب من المنتخبات اللي عملت مفاجات عظيمه في البطوله دي. تونس والجزائر يمكن شويه كانوا بعاد عن مستواهم، ولكن تونس في مباراتك عمل مباراه صعبه جدا جدا، يعني انت كانت مباراه فيها نديه كبيره جدا وكانت داخل الملعب لاخر الدقائق، ولكن انت اللي بقيت فارق، انت اللي بقيت في حته لوحدك، انت اللي عندك منتخب معلش يعني رابع اولمبياد، خرج من كاس عالم في ظروف صعبه جدا جدا لما واجه الدنمارك، لما القرعه حطته امام الدنمارك في دور الثمانيه، فخليته ان هو بيواجه بطل اوروبا وبطل اولمبياد وبطل كاس عالم في اخر نسختين، وبطل اوروبا في اخر نسختين، وبطل اولمبياد ريو دي جانيرو 2016. يعني هي دي الفكره، لكن انت كمنتخب وريت الناس كلها في الاولمبياد وانت مع صفوه المنتخبات انك رابع عالم، فخلاص انت في حته تانية في القاره الافريقيه، انت سبقت بكتير قوي 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 علشان بقى عندك كم محترفين. فتح باب الاحتراف ده مهم جدا جدا. فكره اللعيبه المحليه والدوري المحترم اللي عندك برضو ده فارق بشكل كبير جدا، فخلي عندك منتخب بالشكل ده. اتحاد محترم، اتحاد بيكمل. خليني أشكر الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة طبعا دكتور محمد الأمين، ومن قبليه المهندس هشام نصر، ومن قبليه كل الاتحادات السابقة بالتأكيد، ودكتور خالد حمودة وكل الناس السابقة. خليني أقول أن اتحاد اليد دايما اللي احنا بنشوفه النهاردة ده نتيجة مجهود سنين، واتحادات محترمة بتكمل شغل بعض، اتحادات محترمة بيجوا يشتغلوا على فكرة أنه نشتغل على الإيجابيات ونكمل عليها خلاص، والسلبيات نعالجها، مش اللي هو لا انا اتحاد جديد جيت فاهدم على اللي فات. هو ده اللي خلى كره اليد فرقه وسابقه في حته لوحدها، علشان الناس دي كانوا بيكملوا على شغل بعض. اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي والانجازات المحترمه اللي منتخب اليد بيعملها، ده مش مجهود الشهر اللي فات ولا السنه اللي فاتت ولا الكلام ده، لا ده مجهود سنين ناس بتكمل على شغل بعضها. انا حقيقي فخوره جدا 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 بمنتخب اليد، فخوره بانتمائي لعبة كره اليد، فخوره باتحاد اليد بالتاكيد، مش الحالي بس، لا الحالي والسابق واللي قبليهم كمان، فخوره بكل القائمين على كره اليد، وبالتاكيد فخوره بكل القائمين على ان البطولات ابتداء من القياده السياسيه وكل المعنيين بخروج البطولات بالشكل المحترم واللافت لكل أنظار القارة الإفريقية ولكل أنظار العالم بالتأكيد، واللي خلانا برضو في حتة لوحدنا لو هنتكلم عن الرياضة، في حتة لوحدنا في تنظيم البطولات والفوز بالبطولات بالتأكيد. ولو كل المجالات طبعا مصر أكيد دايما في حتة لوحدها، وأكيد كلنا فخورين بانتمائنا للدولة المصرية والقيادة السياسية بالتأكيد. خلينا نشوف التقرير ده ومنه الفاصل، وبعدين نرجع لتفاصيل حلقتنا وأخبارنا، استنونا.
تواصل الدولة المصرية إبهارها للعالم أجمع من خلال استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية والقارية في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الرياضة المصرية مؤخراً. وحققت مصر إنجازات كبيرة وفتحت أبوابها لاستضافة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في الوقت الذي أغلقت فيه كبرى الدول أبوابها بسبب انتشار فيروس كورونا. نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في استضافة وتنظيم ما يزيد عن 180 بطولة، كان آخرها استضافة مصر بطولتين عالميتين خلال الشهر الجاري، وهما بطولة العالم للسلاح المقامة حالياً على صالة استاد القاهرة الدولي، وبطولة العالم للخماس الحديث التي ستقام في الإسكندرية بداية من يوم 24 من يوليو الجاري. هذا بالإضافة إلى استضافة صالة استاد القاهرة لبطولة إفريقيا للجمباز الأيروبيك بخلاف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، والتي أقيمت بصالتي مصر الدولية وحسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت حضوراً جماهيرياً بكامل الطاقة الاستيعابية للمدرجات، والتي توج فيها فراعنة اليد باللقب 8 في تاريخ المنتخب المصري والثاني على التوالي. التنظيم الراقي وحسن الضيافة والمنشآت الكبيرة إلى جانب التميز الجغرافي والمناخي والأماكن السياحية جعلت مصر قبلة للعالم خلال السنوات الأخيرة لتنظيم كبرى البطولات. النجاح المستمر للدولة المصرية زاد من ثقة الجميع في منح مصر حق تنظيم كبرى البطولات، خاصة وأن مصر دائما ما تكون عند الموعد بعزيمة رجالها ودعم قيادتها السياسية. بداية أخبارنا من عند الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة كابتن شريف الشمرلي اللي خاض مرانه مكتمل الصفوف، وده استعدادا طبعا للموسم الجديد. شارك في تدريبات الفريق جميع اللاعبين بمشاركة الثلاثي الدولي محمد رضا ومحمد مهدي وسيف عابد اللي عمل لهم طبعا الجهاز الفني برنامج خاص بعد أجازة العيد. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن الفريق طبعا مستمر في البرنامج التدريبي وبيتمرن طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة اللي حددوا الجهاز الفني إنه يكون راحة من التدريبات أسبوعيا. دي يمكن أهم أخبار الكرة الطائرة. خلينا نتعرف على أهم أخبار كرة السلة. ثلاثية ماكيني ينجح في التسجيل. جوه الباص نتيجة ثلاثية. يا قلبي روح يا عمر، روح يا عمر، روح يا عمر، هو ده الكلام، روح يا عمر. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بقيادة كابتن أحمد مرعي بيفاضل دلوقتي بين المشاركة في دورة ودية يوم 18 الشهر اللي جاي في الإمارات، وفي حالة عدم مشاركته في الدورة الودية هيكون في معسكر خارجي في أحد الدول الأوروبية. الراجل لسه بيشوف الدنيا فيها إيه يعني. فريق اتدرب النهاردة الساعة 7 مساء وده استعدادا للموسم الجديد بدون طبعا اللاعبين الدوليين اللي انضموا لمعسكر المنتخب استعدادا للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.
طبعا احنا عارفين ان الاداره كانت اتعاقدت في بدايه الموسم مع وليد عبد الجواد من الجزيره، خالد عبد الناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد لاعب الغرافه القطري، وده بالاضافه لتجديد عقود لاعبين الفريق اللي كانت انتهت عقودهم بالتاكيد. دي برضو يمكن اهم وابرز اخبار كره السله. خلينا نروح لاخبار كره اليد. عملها وسابها الحسن وليد، بعد جديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد. ويحيى حاول شادي على الدايرة ولكن ده معادي يعني من داوي بالتميز داوي. بداية أخبارنا من عند الخبر الأهم يعني والأحدث في كرة اليد، الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد في الزمالك، اللي بيعمل دلوقتي جلسات مكثفة مع جهاز كرة اليد بالنادي، وده علشان يطلع على كل كبيرة وصغيرة في الفريق قبل انطلاق المرحلة الأولى من التدريبات أو مرحلة الإعداد، فترة الإعداد طبعا استعدادا للموسم الجديد. كمان المدير الفني المفروض انه هيناقش مع الاستاذ احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره المشرف على العاب الصالات احتياجات الفريق من التدعيمات خلال الفتره اللي جايه، سواء لاعبين محليين او محترف سوبر، بالاضافه طبعا لموقف الفريق من المشاركه في البطوله العربيه والمؤهله لكاس العالم للانديه وكمان بطوله افريقيا ابطال الدوري. ماتيو جارالدا حدد يوم السبت اللي جاي موعد لانطلاق المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم الجديد، وتدريبات هتكون على فترتين طبعا صباحية ومسائية. مدير الفني الجديد للزمالك كان وجه رسالة لجماهير النادي من داخل الصالة المغطاة في ميت عوبة، خلينا نشوف قال إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. I'm really happy to be here in Zamalek. This is a exciting challenge to me. I am going to do everything to this historic club, and I'm going to work hard to do the best result from Zamalek. طبعا يعني كلام مهم جدا وبداية مهمة جدا، بيقول ان هو هيعمل كل اللي في وسعه بالتأكيد علشان يقدر ان هو يفرح جماهير الزمالك ويحافظ على مسيرة البطولات والانجازات اللي هي اوريدي فريق الزمالك محققها. طيب خليني اقول كمان انه انا بشكر اوليفر روي جدا جدا جدا، لان الراجل يعني تواصل مع ماتيو جارالدا وقال له على كل حاجه واتكلم معاه في كل التفاصيل، ويعني الراجل فهمه كل حاجه وشرح له كل حاجه، ودي روح طيبه جدا جدا جدا، ودي الذكرى اللي بتتبقى او دي السيره اللي بتتبقى، انه السيره اللطيفه. الراجل بقى ولا ماشي ناقم على النادي ولا ماشي زعلان والله انا ماليش دعوه بقى، انا ماليش دعوه باللي جاي، هم حرين بقى انا ما اتدخلش فيه، لا بالعكس، بروح طيبه وجميله جدا جدا، اتكلم مع ماتيو جارالدا في كل حاجه وشرح له كل حاجه، فدي روح طيبه اكيد تستحق الشكر والتقدير من اوليفر روي اللي عمل موسم محترم جدا 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 مع نادي الزمالك بالتأكيد. دي يمكن أهم وأبرز الأخبار داخل نادي الزمالك، خلينا نروح لأهم الأخبار من خارج نادي الزمالك.
اخبارنا من عند الاتحاد المصري لكره اليد اللي بدا رحله البحث عن مدير فني جديد يقود المنتخب الاول خلفا للاسباني روبرتو غارسيا باراندو اللي انتهى عقده مع منتخب مصر لكره اليد بعد التتويج بكاس الامم الافريقيه اللي اقيمت فعالياتها في مصر. باراندو قاد منتخب مصر لمده 3 اعوام من شهر مايو 2019 حتى يوليو 2022. انتهت مسيرته مع الفراعنه بعد البطوله الافريقيه. اتحاد كره اليد استقر على التعاقد مع مدير فني اجنبي بشرط انه يكون متفرغ لقياده المنتخب فقط، لان باراندو في الفتره الاخيره او في السنه الاخيره بيرغب في الاستمرار في تدريب احد الانديه الالمانيه، وهو الامر اللي بيتعارض مع رغبه الاتحاد المصري لكره اليد في التعاقد مع مدرب متفرغ للمنتخب في الفتره اللي جايه. طبعا يعني خلينا بس نقول ان الوزاره والاتحاد بيحاولوا يتكلموا معاه ان هو يكون متفرغ ل او ده كلام يعني اتقال ان هم بيحاولوا يقنعوه انه يكون متفرغ للمنتخب المصري. الايام اللي جايه هتبين لنا اكتر الدنيا هيكون فيها ايه. يعني الاسباني دافيد ديفيز المدير الفني السابق لمنتخب مصر بيعتبر أبرز المرشحين للعودة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة اللي جاية. باراندو قاد منتخب مصر في عدد كبير من البطولات القارية والعالمية، منها المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مرتين طبعا في تونس 2020 وفي مصر 2022. وخليني أقول أن فكرة أن احنا طبعا منتخبنا قدر أنه يفوز على تونس في تونس لأول مرة في تاريخ في 2020 دي طبعا كانت حاجة محترمة جدا بالتأكيد. وأكيد البطولة الإفريقية وأكيد رابع الأولمبياد وبطولة العالم اللي بس لولا أن الدنمارك قابلنا في دور الثمانية هو ده اللي خلانا ما نكونش متواجدين في دور الأربعة. أكيد باراندو كان ليه إنجازات محترمة جدا جدا مع المنتخب المصري ودورة ألعاب البحر المتوسط والمركز الثاني، وكنا خلاص لعبنا النهائي. الراجل ليه إنجازات محترمة جدا جدا ما ينفعش نغفلها يعني، ولكن هي فكرة التفرغ دي مهمة بالنسبة للاتحاد ومهمة بالنسبة للمنتخب خلال الفترة اللي جاية. داخلين على كاس عالم في يناير اللي جاي، داخلين على بطولة إفريقية بعدها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. فالاتحاد شايف انه الطبيعي يكون المدير الفني متفرغ خلال الفترة اللي جاية، وانا طبعا شايفه ان ده مهم جدا جدا، لانه كل ما بيكون متفرغ بيقدر يعسكر بيهم فترات اطول، بيقدر ان هو يكون متواجد معاهم فترات اكتر، يتعرف عليهم اكتر، يعرف التوليفه اكتر اللي قادر يلعب بيها. اكيد بيفرق بشكل كبير جدا جدا، ودي وجهه نظر الاتحاد المصري لكره اليد. ولكن خلينا في الفتره اللي جايه نشوف هيكون في ايه، هيكون في دافيد ديفيز او في حد تاني او هيتم اقناع باراندو. كل ده هنعرفه خلال الفتره اللي جايه بالتاكيد. أما عن بطلنا الأولمبي علاء أبو القاسم فودع منافسات فردي سلاح الشيش ببطولة العالم المقامة حاليا في القاهرة من دور ربع النهائي للأسف، وده بعد ما خسر من بطل إيطاليا والمصنف الثالث على العالم توماسو ماريني بنتيجة 15-9. علاء أبو القاسم الحقيقة رغم خروجه من دور الثمانية ولكن قدم مستوى مميز في البطولة بعد ما بدأ مشواره بالفوز على بطل بريطانيا دومينيك دي ألاميدا بنتيجة 15-8 في دور ال 64 الرئيسي، وبعدها فاز على بطل بريطاني آخر وهو كريستيان أرشر في دور ال 32 بنتيجة 15-7 وتأهل لربع النهائي بالفوز على بطل فرنسا بنتيجة 15-11 في دور ال 16. أبو القاسم دخل التاريخ بعد ما قدر ينجح في تحقيق المركز السادس ببطولة العالم للمرة الأولى في تاريخ مصر، كمان هو صاحب الفضية التاريخية اللي لا يمكن ننساها في أولمبياد لندن 2012. بنتمنى له طبعا التوفيق في كل ما هو قادم بإذن الله. أما عن محمد حمزة بطلنا الصاعد فودع للأسف منافسات فردي سلاح الشيش ببطولة العالم المقامة حاليا في القاهرة من دور ال 16، وده بعد الخسارة من بطل فرنسا بنتيجة 15-11 بصعوبة. حمزة كان وصل لدور ال 32 بعد اكتساح بطل بولندا بنتيجة 15-7 قبل ما يخسر قدام بطل فرنسا بنتيجة 15-11 بصعوبة في دور ال 16.
بيقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من دكتور أشرف مسعد وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفى نهاد وكابتن ماهر حمزة مدرب وكابتن محمد حمزة وفاليريو مدرب وعلاء أبو القاسم مدرب. أما عن منتخب مصر لسامبو فحصد 15 ميدالية متنوعة بالبطولة الإفريقية رقم 16 واللي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون بمشاركة 15 دولة. حقق لاعبو المنتخب الوطني لسامبو خمس ميداليات ذهبية وثلاثة فضة وسبعة برونز وسط منافسة قوية جدا وشرسة جدا بين الدول الإفريقية المشاركة في البطولة. وجت الميداليات الذهبية من نصيب كل من خالد فزاع وعبد الرحمن الدمراني وسامح عبد اللطيف، وكان في ميداليتين ذهبيتين ومريم عبد اللطيف كمان حصدت الميداليتين الذهبيتين، وحصد الميداليات الفضية كل من محمد إبراهيم خالد فزاع وخالد الونش، وكانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من أحمد عبد الباسط ومحمد علي ومحمود عصام وسيف محسن وعبد الرحمن الدمراني ومحمد إبراهيم ومريم الخطيب. طبعا بنبارك لكل أبطالنا بالتأكيد. أما عن المنتخب الوطني للريشة الطائرة هيشارك في بطولة تركيا الدولية للشباب والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 ولحد 25 يوليو الجاري، وده استعدادا لبطولتي دورة الألعاب الإفريقية الرابعة للشباب وكمان بطولة العالم. قائمة شباب الفراعنة بالبطولة ضمت 8 لاعبين وهم عمر زكريا وسيف عمر ومعاذ هشام ومحمد حجازي وجانا هشام وريم حسين وعليا عمر وجنة هشام. أما عن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول الخماسي الحديث أعلن القائمة اللي بيستعد بيها لخوض منافسات بطولة العالم للكبار واللي هتقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 24 لحد 31 يوليو الجاري. منتخب الخماسي الحديث بيخوض منافسات البطولة ب 11 لاعبا بواقع 6 لاعبين وخمس لاعبات. ضمت القائمة كل من إسلام حامد أحمد الجنزي مهند شعبان محمد الجنزي معتز وائل وهايدي موسى وسلمى عبد المقصود وأميرة أنديل وملك إسماعيل وزينة عامر. هيشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث 43 دولة أبرزهم الأرجنتين البرازيل بولغاريا بوركينا فاسو كندا تشيلي الصين تايوان كولومبيا تشيك إكوادور إستونيا فرنسا جورجيا ألمانيا بريطانيا المجر أيرلندا إيطاليا اليابان كازاخستان كتير قوي 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 دول أبرزهم يعني الدنمارك البرتغال صربيا بالإضافة طبعا لمصر البلد المضيف. ولكن ما شاء الله 43 دولة يعني رقم محترم جدا جدا بالتأكيد. نروح لمنتخب مصر لمنتخب الأردن للكاراتيه اللي بدأ معسكره التدريبي في مصر النهاردة والمدة أسبوع وده استعدادا للمشاركة في البطولات القادمة. المنتخب الأردني بيستعد للمشاركة في بطولة التضامن الإسلامي واللي هتقام في تركيا في شهر أغسطس اللي جاي بالإضافة للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين واللي هتقام في أواخر شهر أكتوبر 2022. منتخب الأردن للكاراتيه بيخوض التدريبات خلال المعسكر الحالي في المركز الأولمبي بالمعادي، وطبعا بعثة منتخب الأردن للكاراتيه بتضم هشام جبر نائب رئيس الاتحاد ومحمد إبراهيم المدير الفني للمنتخب بالإضافة للاعبي منتخب الكبار ومنتخب الشباب والناشئين. طبعا بنرحب بيهم في بلدهم التاني مصر بالتأكيد وبنتمنى لهم التوفيق في كل ما هو قادم هم وكل المنتخبات العربية بالتأكيد. بعد ما خلصت أخبارنا عايزة أقول أنه كالعادة لكل قصة بطل ولكل بطل حكاية، وبطل قصتنا النهاردة واحد من ولادنا وواحد من نجومنا بالتأكيد اللي عمل بطولة إفريقية محترمة جدا 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 وقدر أنه يحصد لقبين في البطولة، لقب أحسن باك رايت في البطولة ولقب أحسن لاعب في البطولة، وهو طبعا ابننا يحيى خالد نجم كرة اليد الزملكاوية والمصرية والمحترف في فيسبريم المجري بالتأكيد.
يوم بعد يوم بيثبت إنه واحد من نجوم كرة اليد مش في مصر بس، لا ده كمان بقى واحد من أهم نجوم الساحرة الصغيرة في العالم. هو النجم يحيى خالد، نجم كرة اليد المصري الزملكاوي العالمي اللي استحق إن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. يحيى خالد هو واحد من كتيبة منتخب مصر لكرة اليد، واللي ساهم بشكل كبير في حصد الفراعنة للقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخ كرة اليد المصرية، وكان نجم البطولة الأول، وكمان حصل على جائزة أفضل لاعب وأفضل ظهير أيمن في النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا الأخيرة. يحيى خالد فتحي اللي بقى حديث العالم في الساحرة الصغيرة في السنين الأخيرة بعد التألق مع فريقه الحالي في سبريم المجري، أحد أقوى أندية العالم في كرة اليد. بطل قصتنا ابتدى مشواره مع كرة اليد في نادي الجزيرة وهو عنده 6 سنين، وانطلق بقوة الصاروخ في سماء الساحرة الصغيرة علشان يلفت انتباه مسؤولي الزمالك وينضم للكوماندوز على سبيل الإعارة موسم 2016، وتبتدي حكايته مع الإنجازات والألقاب في قلعة البطولات خلال 3 مواسم بالتيشيرت الأبيض أبو خطين حمر. اليايا كان واحد من كتيبة الكوماندوز اللي سيطرت على البطولات المحلية والقارية وقدر يحقق 5 ألقاب مع أسياد إفريقيا خلال 3 مواسم، منها بطولة أبطال إفريقيا 2 والسوبر الإفريقي زيهم كمان، ولقب 1 للدوري المصري. تألق يحيى خالد مع فريق يد الزمالك ومنتخب مصر لفت ليه أنظار الأندية الأوروبية، وانتقل لصفوف نادي في سبريم المجري بترشيح من المدرب الإسباني ديفيد ديفيز المدرب الفني السابق لمنتخب مصر، واللي كان معجب بأداء اليايا المصرية مع المنتخب في بطولة العالم التي أقيمت في ألمانيا والدنمارك. ومع نادي في سبريم بقى يحيى خالد نجم الفريق الأول وهدافه في كل البطولات بعد ما قاد الفريق للمرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا، أقوى مسابقة في كرة اليد، وكمان شارك مع الفريق المجري في بطولات الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وبطولة شرق أوروبا، وبقى واحد من الهدافين التاريخيين للفريق. يحيى خالد عنده مسيرة كبيرة مع المنتخبات الوطنية في كل المراحل السنية بداية من 2012 لحد دلوقتي، لحد ما بقى من أهم اللاعبين في كتيبة الفراعنة، الظهير الطاير زي ما بتسميه الجماهير. حقق مع منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة أمم إفريقيا 2، الأولى كانت في تونس 2020 والتانية في مصر، واللي انتهت من أيام وقدر إنه يكون أحسن لاعب في البطولة، ده غير المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 واللي حقق فيها الفراعنة المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق في كرة اليد العربية والإفريقية. وكمان كان واحد من نجوم منتخب مصر في بطولة العالم القاهرة 2021. يحيى خالد بقى واحد من نجوم كرة اليد في العالم وأيقونة مصرية في ملاعب الساحرة الصغيرة العالمية، وكتب اسمه بحروف من ذهب بين عمالقة كرة اليد. بنبارك بالتأكيد لا يحيى خالد والكل ولادنا والكل منتخب مصر، ما فيهاش بقى أهلي وزمالك والكلام ده، كلهم شرفونا ورفعوا راسنا بالتأكيد. وكده تكون خلصت أخبارنا، خلينا نطلع لفاصل، بعد الفاصل نستقبل واحد من نجوم البطولة الإفريقية ومن نجوم المنتخب الوطني لكرة اليد اللي هم صناع السعادة، واحد من الجنود اللي عملوا بطولة ولا أروع، هو واهن داوي بالتأكيد، عملوا بطولة محترمة جدا جدا جدا، هم نورني وشرفني النهاردة وهيكون ضيفي في الفقرة اللي جاية بالتأكيد، نجم حراسة مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك والمحترف في الدوري الفرنسي بالتأكيد، ضيفي اللي هيشرفني وينورني النهاردة كابتن محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، وحديث مطول عن كواليس البطولة الإفريقية وعن كل اللي حصل في البطولة الإفريقية مع محمد علي، ولكن بعد الفاصل استنونا. إذا أردت أن تحصل على بطولات فعليك بحارس قوي، فالفريق القوي يعرف من حراسة مرماه، لأن حارس المرمى أكثر من نصف الفريق بصفة عامة وفي كرة اليد بشكل خاص. محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد كان أحد أسباب فوز الفراعنة بكأس أمم إفريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر
وكان الحارس الأكثر تصدي للفرص في البطولة ليضيف إنجازا جديدا إلى سجل بطولاته مع منتخب مصر، ويثبت للجميع أنه حارس من طراز فريد. محمد علي صاحب 30 عاما، حارس مرمى موهوب بالفطرة، فهو من مواليد شهر نوفمبر من عام 1992، وبدأ مسيرته مع كرة اليد من نادي الزمالك وهو في سن 7 من عمره. وكان يفضل أن يكون لاعباً، ولكن أقنعه الجميع باللعب كحارس مرمى لتظهر موهبته منذ الصغر، ويسير على درب حراس المرمى العظماء في قلعة البطولات، فهو صمام أمان وأسد يحمي الشباك في أي وقت وأي مكان، ودائماً عند حسن ظن الجميع. تألق محمد علي في قطاع الناشئين بالزمالك حتى تم تصعيده للفريق الأول في سن مبكر ليبدأ مشوار النجومية مع الكوماندوز، بعدها رحل لصفوف الجزيرة قبل أن يعود مجدداً لقلعة البطولات في عام 2017 لاستكمال مسيرة الألقاب الأونطجي كما أطلقت عليه الجماهير. حقق عدداً كبيراً من البطولات مع الزمالك. تألق محمد علي مع كوماندوز الزمالك جعله يخطف أنظار الأندية الأوروبية لينتقل إلى نادي أنجي الفرنسي عام 2021 في أول تجربة احترافية، وظهر بمستوى مميز الموسم الماضي لينتقل بعدها إلى نادي سان فان الإسباني بداية من الموسم المقبل. الحارس الأمين والسد العالي يمتلك مسيرة مميزة مع المنتخبات الوطنية بداية من عام 2007 وحتى الآن، وتوج مع منتخب الشباب بالميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب 2010 ولقب بطولة إفريقيا للشباب في نفس العام وكأس العالم العسكري، بالإضافة للإنجاز الأكبر وهو التتويج بكأس أمم إفريقيا للكبار مع المنتخب الأول مرتين، عام 2020 في تونس وأخيراً 2022 في مصر، وكان واحد من نجوم الفراعنة. يبقى محمد علي واحد من أبناء الزمالك المتألقين وحراس مرمى كرة اليد المميزين، الذي سطر اسمه بحروف من ذهب مع الكوماندوز أو منتخب مصر قبل أن يشق طريقه في الاحتراف الأوروبي، ويصبح واحد من حراس المرمى العظماء في الساحرة الصغيرة. عودة لحضراتكم مرة أخرى. الحدث العظيم والبطولة الإفريقية كتنظيم وكفوز أبطالنا صناع السعادة طبعا نجوم منتخب اليد بالبطولة الإفريقية، ده مش من فراغ، دي مش حاجة بالصدفة كده، ده مجهود سنين، ده مجهود أبطال في كل مركز من المراكز في حراسة المرمى وفي كل المراكز المتبقية، حاجة محترمة جدا وحدث كان عظيم جدا جدا جدا. واحد من الأبطال اللي شرفونا والواحد من أبناء نادي الزمالك تأكيد، مع ان انا في المنتخب بقى ما بحبش اقول اهلي وزمالك والكلام ده لان ده بيبقى حدث عظيم بيترفع فيه علم مصر بس، ولكن واحد من اللي بجد شرفونا وعملوا بطولة ولا اروع في حراسة المرمى ابن نادي الزمالك بالتأكيد، كابتن محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد الأونطجي. نورت الدنيا الأونطجي. نورت الدنيا وببارك لك في الأول يا محمد على البطولة الإفريقية، وببارك لك على الأداء المحترم والمميز والعالي جدا اللي قدمته في البطولة الإفريقية. الله يبارك فيك يا نيرة، وأنا يعني مبسوط جدا أنا موجود معاك هنا. أنا غالبا دي أطول مدة ما طلعش فيها في قناة الزمالك، بقالي حوالي سنة ونص مثلا. فانا مبسوط جدا انا موجود النهارده. واخر مره كنت معايا برضه، كنت معاك صح؟ شفت بقى تركش لا وتضحي باي حاجه يعني عشان تبقى متواجد هنا بالتاكيد. منور الدنيا محمد، وحقيقي احنا يعني فرحانين بيكوا جدا وفخورين بيكوا جدا، لان البطوله والاداء اللي اديتوه في البطوله كان حاجه تدعو للفخر. كل واحد فيكم من اكبر واحد لاصغر واحد عملته بطوله ولا اروع، واللي كنا بنقوله في بدايه الحلقه في الانترو انه مش ان المنتخبات ضعيفه، انتوا اللي بقيتوا في حته تانية لوحدكم. لا دي حقيقه فعلا، احنا كمنتخب حاليا يعني لو سالتي اي منتخب افريقي موجود دلوقتي مش هيقول لك منتخب مصر بقى في حته تانية عن افريقيا بالذات. مدرب منتخب تونس بنفسه هو قال منتخب مصر بينافس كبار اللعبه وبيشتغل على العالميه دلوقتي، فلما يبقى مدرب منتخب تونس بيقول كده ولاعيبه افريقيا مقتنعه بكده، فاحنا بالنسبه لنا يعني فعلا هو مش موضوع البطوله سهله، لا هي البطوله مش سهله، هو الموضوع ان احنا بقينا اتطورنا كتير اخر 3 سنين. عدد اللعيبه المحترفه اللي موجود دلوقتي 10 لعيبه، ده عدد كبير جدا.
طبعا ده مساعد كبير في خبرات وثقه وانك ازاي تنقل اللي انت بقى بتاخده بره للعيبه اللي موجوده هنا، فبيبقى فيه لا جروب كويس في المنتخب يعني. صحيح، بس سيبك انت، انا لما قلت لك ان انتوا بقيتوا في حته تانية لوحدكم قلت لي اه طبعا بحر تواضع. لا مش بحر تواضع، هو الموضوع كله ان هو احنا بنحسها احنا كمنتخب دلوقتي عندنا بتتكلم في بطوله افريقيه زي دي، بتتكلم فيها 20 لعيب ما كانوا موجودين، قولي 100 منهم 15، قولي القوام كله 30 لعيب، في 30 لعيب في مصر اتطوروا جدا في اخر 3 سنين. صحيح. باب الاحتراف وفتح باب الاحتراف بالشكل ده فرق معاكوا قد ايه؟ لا فرق كتير جدا، لان موضوع انا مثلا قبل ما اطلع فرنسا مثلا يعني اللي خلى صورتي حلوه في فرنسا قبل ما اطلع ان في لعيبه في الدوري الفرنسي اصلا لعيبه مصريين منهم محمد سند طبعا عامل حاجه رهيبه هناك في الدوري، ف الهداف التاني كنت بقى في الدوري اللعيب المصري بقى في الدوري الفرنسي بقى عايزين لعيب مصري، ده اللعيبه المصريه بيجوا الدوري بيلعبوا، الحاجات دي بتفرق جدا خلي بالك طبعا، انك تبقى ناجح في الدوري دي بتفرق جدا. انا مثلا رحت اسبانيا دلوقتي اول ما هي يبص انا مش فريق طبعا علي زين كان بيلعب في برشلونه بس انا رحت الفريق بيلعب في دوري الدرجه الاولى، بس مجرد ما يتقال لعيب مصري منتخب مصر الكلمه بقت تقيله فوق طبعا، رابع اولمبياد وبطل قاره افريقيه مرتين على التوالي وثمان مرات قبل يعني دي كانت الثامنه ومرتين على التوالي، طبعا حاجه بتفرق بشكل كبير جدا والاداء المحترم في كاس العالم كمان. يعني انت شو متخيله الوضع في اوروبا بقى مختلف ازاي؟ طبعا يعني انا باجي اتكلم مع لعيب بيقول لك بتعرف منتخب مصر، زمان ما كانش حد بيتكلم بالطريقه دي عن المنتخب ففعلا لا الواحد بقى حاسسها لما بتيجي تتكلمي مع ناس مديرين انديه بره في اوروبا بقى بيتكلموا انا جايب لعيب من منتخب مصر اللي هو عامل ضجه كبيره في كره اليد حاليا. صحيح. طيب كنت متالق بشكل كبير في البطوله الافريقيه، يمكن خليني اقول لك ان احصائياتك ما شاء الله 32 تصدي من 75 تصويبه ودي بنسبه 42.6%، طبعا حاجه محترمه جدا جدا. فقول لي ايه اسباب التالق اللافت ده؟ طبعا انت من قبل ما تمشي وانت ما شاء الله عليك متالق مع نادي الزمالك ومستواك وكل حاجه يعني عظيمه جدا جدا، بس الاحتراف فرق معاك قد ايه وايه اسباب تاني خلت محمد علي في الفورمه دي؟ بصوا انا الاحتراف فعلا فرق معايا في تركيز معين في الهاندبول، يعني في انك ازاي تقدر تلعب 60 دقيقه مركز. انا مش بلعب في فرقه قويه قوي، كانت فرقه كويسه بس كنت كان مطالب مني مجهود كبير عشان العب كويس. ويعني لو بتتكلمي في الاحتراف فرق معايا انا كمدربي عصام تاج اوكي طبعا نجم منتخب تونس دايره منتخب تونس، يعني هو من الناس اللي كانوا ليهم فضل عليا السنه دي فعلا في التمرين والماتشات، كان بيديني سبورت كبير قوي في الماتشات الصراحه يعني. وعندك بقى طبعا عيلتي ووالدتي يعني كلهم بيدعموني جدا في البيت ودي حاجه بتفرق معايا معنويا طبعا. ومدرب حراس المنتخب يعني غالبا مدرب حراس المنتخب هو بيتابع كل واحد فينا، بيبعت لي عصام الطيار، بيبعت لي كريم، بيبعت لي حميد، بيبعت لي. انا وجهه نظري مدرب حراس المنتخب ده خلى في اربع خمس حراس مرمى طبعا فرص. دي تصديات ليك في البطوله خلال البطوله الافريقيه حاجه عظيمه جدا وفي ماتشات مش سهله يعني. شفت التواضع؟ ايوه متواضع جدا معروف عنك كمان الموضوع ده. لا طبعا تصديات كانت عظيمه جدا، وانا حسيت يا محمد انه الاحتراف فرق معاك بشكل كبير، حاسه يعني انت وانت مع الزمالك انت رجل الاوقات الصعبه وبتنقذ ماتشات وبتجيب ماتشات في اوقات صعبه جدا، بس انا حسيت بنضج غير طبيعي، نضج داخل الملعب، دي حقيقة. نضج فني داخل الملعب غير طبيعي، دي حقيقة. انا يعني اتعلمت بره يمكن هنا مع الزمالك الفرق ان انا هنا في الزمالك كنا بنلعب ماتشات، هو في الدوري كله هو في اربع خمس ماتشات اللي بتلعب فيهم النادي الاهلي وشويه في الاخر سبورتنج. صحيح. بره الموضوع انت بتلعب 30 ماتش، انت لازم تلعب ال 30 ماتش زيهم زي بعض من اول ماتش لاخر ماتش، صعبين انت بتلعب في ليفل لازم تلعب كويس. فتعلمت يبقى عندك افريج، يعني مش كل ماتش هعمل 20 كوره تصدي و10، لا لازم يوم اما ابقى وحش لازم على الاقل ابقى عامل 30%. بالظبط 30% ده رقم على فكره بالنسبه لحراس المرمى مش سهل ابدا، مش سهل. فاتعودت ان هو لازم تبقى في الليفل ده، يعني يوم ما تبقى وحش على الاقل عامل 9 10 كور تصديات. صحيح. فدي علمتك ازاي تبقى عامل كنترول على نفسك في الماتش، ازاي تحمل، ازاي التحمل بتاعك، ممكن تبدا الماتش بقوه في الجون معينه وبعد كده تاخد دقيقتين ثلاثه راحه جوه الجون يعني بطريقه احنا بنعملها يعني. بعد كده ازاي انك تخلي قوه التحمل بتاعك في 60 دقيقه توزعها، تخليك
انك ال 60 دقيقه ما حدش ياخد باله ان انت كنت كويس اول 10 دقائق واخر 10 دقائق، لا ان اهم حاجه في الجون اخر 10 دقائق. صحيح، ده وجهه نظري. اخر ربع ساعه دي خصوصا في الماتشات اللي تمشي جون بجون دي بتفرق جدا. طبعا اخر ربع ساعه و10 دقايق بيبقوا مهمين جدا، وضربه البدايه بالنسبه لك كحارس مرمى ان انت النهارده لو اول مثلا كورتين ثلاثه في الماتش انت لو صديت منهم، لو اول ثلاث كور صديت منهم اثنين، انت هتدخل في اجواء المباراه بشكل كبير. ده طبيعي خصوصا في الماتشات الجماهيريه كمان بيكون في جمهور في الملعب، دي بتفرق جدا. انك اول ما بتخش الماتشات الجماهيريه لو صديت اول كورتين انت دخلت في الجيم على طول. فدي بتفرق جدا. فانا يعني عايز اقول لك وفعلا انا بشكر مدرب حراس المرمى المنتخب يعني ومدرب المنتخب طبعا، بس مدرب حراس يعني كان معانا انا بقول لك اللي وصل لي حراس مرمى منتخب مصر من كريم انداوي لمحمد علي لعصام الطاهر لحميد، الاربعه دول يعني وصلوا في حته كويسه جدا، وان بقت فرق كتير يعني اي جون دلوقتي بيطلع اوروبا هو بيكلم مدرب الحراس، وهو الصراحه يعني عامل معانا مجهود جبار يعني. وخد بالك كان عندنا يعني طبعا احنا لحد فتره قريبه جدا كان عندنا واحد ولا اتنين محترفين. لكن دلوقتي ما شاء الله باب الاحتراف لما اتفتح بشكل كبير جدا. والجميل في الموضوع اللي برضه عايزين نوضحه للناس يا محمد انه سهل اللعيب يحترف، لكن مش سهل ابدا حارس المرمى يحترف. فدي انك يبقى عندك محمد علي والطيار محترفين، ومن قبليهم هنداوي كان محترف، وحميد طلع احترف فتره. فدي يعني ظاهره ما شاء الله تقول لك ان انت بجد منتخبك في حته مختلفه جدا، لانه فعلا ان الحارس يحترف هي دي الصعوبه، لكن اللاعب يحترف ده عادي جدا. سهله. احنا الموضوع بالنسبه لنا كحراس، انا مثلا السنه دي اللي هلعب في الدوري الاسباني المدرب بتاعي في الفرقه بتاعت اسبانيا هو روبن جاراباي اللي هو مساعد المدرب بتاع المنتخب حاليا. انا كان العرض جالي قبل ما هو يمسك اصلا. اوكي تمام. وهم اما كلموه ما كانش لسه اتعرض عليه ان هو يمسك الفرقه. فهو اما كلموه قال لهم محمد علي فيرست اوبشن، هو اول واحد تتكلموا معاه من قبل ما هم يتكلموا معاه. لكن حصلت ظروف كلموه، طب احنا عايزينك تمسك ال اوكي الفرقة. يعني هو مساعد باراندو هو المدير الفني، هو المدير الفني مع عصام تاج في النادي عنده؟ لا في الدوري الاسباني السنه دي. في الدوري الاسباني السنه دي. اوكي غير الموضوع غير الفرنسي. لا. فهو الموضوع كله ان انا زي ما قلت لك كل اللي جوين بتوع اوروبا اي مدرب بره بيعمل ايه بالظبط؟ بيكلم في رفع سماعه التليفون مكلم مدرب حراس المرمى بتاعنا اللي هو فينيو لوزيرت. فينيو لوزيرت ده حاجه بره يعني، مش عايز اقول لك السي في بتاعه رهيب جدا ما شاء الله. بيكلموه يقولوا له احنا في معروض علينا كذا وكذا وكذا. هو واثق فينا، واثق في قدراتنا، وعارف ان احنا محتاجين بس الزقه دي اللي تدخلك في اوروبا، لان مش سهله زي ما انا قلت لك. الماركت في اوروبا في الاجوان صعب جدا. انا جربت بعد ما طلعت لعبت سنه في فرنسا، عشان اروح اسبانيا دي انا يعني عانيت كتير عشان اروح، مع ان الفرق ممكن يفرق مستويات، ممكن يكون احسن، ممكن يكون زي الجون التاني اللي بياخدوه في الفرقه التانيه. بس الموضوع ان مش هقول لك مش عنصريه، بس يعني هو عنده اجراءات الاوروبي اسهل بكتير من اجراءات حد من بره بالظبط القاره. الاجراءات نفسها. فبس انا الحمد لله يعني في فرنسا بقى يعني الحكام بيجي يحكموا بيقولوا انت بتعرف منتخب مصر يعني عارفين طبعا الحكام مش واللي هو جاي تلعب في فرنسا وايه رايك يعني. لا الحكام يعني حكام مالهمش دعوه باي حاجه. بعد الماتش بيقعدوا يتكلموا معاك ومش عارف، دي حاجه بتخليك انت احساس تاني خالص يعني. الدوري الاسباني خلينا متفقين انه اقوى من الدوري الفرنسي وطبعا والدوري الالماني وكل الكلام ده، انت قالك للدوري الفرنسي فارق مع محمد علي قد ايه؟ لا فارق معاه كتير. فارق معايا في العقليه اكتر منها فنيا خلي بالك. 50% مثلا. رقم كبير فرق معايا كبير جدا. في انك تبقى عندك ثقه في نفسك ان انت، انا هنا كنت بلعب مع نادي الزمالك يعني لو الفرقه اللي انا كنت في الوقت اللي بلعب فيه فرقه قويه يعني ما شاء الله، مش هعد بقى لعيبه كان يحيى الدرع ويحيى خالد واحمد الاحمر واكرم ولوكا لعيبه كبيره جدا وسند في وقت الاوقات اللي حضرت سند ممدوح هاشم ولا لا حضرت ناس كتير. الموضوع كله ان بره بقى انا معيش الكم النجوم ده. فالمسؤوليه بتبقى عليك انت بالظبط. وخلينا متفقين ان في الاحتراف ما بيبقاش عندك الاريحيه زي النادي اللي انت متربي فيه. لا ده بيبقى ضغط وستريس غير طبيعي. الغلطه في فوره مش زي النادي. الناس كلها بصلك
انت جايب لعيب مصري، مستنيين بقى يشوفوا اللعيبه اللي جايبينهم منتخب مصر. مش زي الاريحيه اللي بتبقى عندك في نادي الزمالك. اه طبعا في نادي الزمالك انتوا في روح وفي لائحه وفي نظام وفي كل الكلام ده، او في لائحه وفي نظام وفي كل الكلام ده، لكن عندك اريحيه النادي اللي تربيت فيه، غير لما تبقى محترف في ستريس غير طبيعي. دي حقيقه يعني. لا الموضوع كله بتعامل مع صحابك بقى هنا، والموضوع مختلف مختلف تماما. بره انت بتتعامل يعني انا موظف على الشركه، ما هو بيقصدوش. بس انا بقول لك انا شفت حاجات في فرنسا يعني نفسي ان انا الاقيها هنا في مصر، بس انا عارف ان الموضوع صعب. بس هم الرياضه عندهم مختلفه، عشان هم في حته تانية خالص. هم في حته تانية خالص، من سبونسرز لملاعب للجنه الطبيه، الكلام ده كله مختلف جدا يعني. بس خد بالك برضو ان احنا هنا كرعاة وكبنية تحتية وكحاجات كتيرة بقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا. عندنا بنية تحتية بالظبط. انا معاك. عندنا رعاة اندية. لا مش زي ما انت رعاة للمنتخب. رعاة للمنتخب. انا بتكلم عن الاندية. اللي بنتكلم فيه طول الوقت. الاندية يعني نادي الزمالك انا لعبت فيه 15 سنة مثلا. 12 سنة. نادي الزمالك عمرك شفتي اعلان على تيشيرت بتاع نادي الزمالك هاند بول؟ لا يعني نادرا بصراحه. النادي الاهلي ما عندوش، نادي سبورتنج ما عندوش، نادرا قوي يعني لما يتحط اعلان على فرقه الهاندبول. لا وفرقه زي فرقه نادي الزمالك كره يد دي مظلومة اعلاميا، مش اعلاميا، مظلومه في الدعايه والاعلانات بطريقه رهيب. يعني عايز اقول لك بره انا كنت بلعب في فرقه مش من الفرق اللي هي كبيره جدا في فرنسا، فرقه محترمه، بس عندهم كميه سبونسرز غير طبيعيه. غير طبيعيه يعني الموضوع طبعا. انا بضم صوتي لصوتك وبدأنا ناخد بالنا احنا، بس على فكرة انا بتكلم في القصة دي طول الوقت، ان فكرة الرعاة بقوا بيجوا بعد الانجاز يعني. بالنسبة للمنتخبات وللألعاب الفردية يعني مثلا حد يحقق ميدالية أولمبية، فنادرا لو هو كان مرشح هتلاقي ان الرعاة راحوا له قبل البطولة مثلا بسنة سنتين وبدأوا يتولوه. ولما بقى كده لو حد حقق انجاز وكان غير متوقع تحقيقه للانجاز بيبدأوا يروحوا له بعد الانجاز. هو كويس، هو زمان ما كانش فيه ولا قبل الانجاز ولا بعده، الرعاه كانوا كره قدم بس. دلوقتي الناس بداوا يتجهوا، بس ده اللي بنقوله، انا بضم صوتي لصوتك، انه لا نبدا نروح قبل الانجاز بشويه، نروح للناس وسنها صغير، نروح للانديه في الالعاب الاخرى اللي بيقدروا يحققوا انجاز زي هاندبول نادي الزمالك بالتاكيد، وفي العاب تانية كتير جدا. فانا بضم صوتي لصوتك في الجزئيه دي. وانت داخل البطوله انتوا الاربعه حراس مرمى على اعلى مستوى. انا احساسي، انت هتاكد لي الكلام او تنفيه، انا احساسي ان الموضوع ما كانش في ترتيب. مين يعني هنداوي طبعا هو الاكبر سنا وما شاء الله هنداوي عنده. لا هو هنداوي يعتبر رقم واحد، رقم واحد الثقل والخبرات وكل الكلام ده، هنداوي رقم واحد. لكن الثلاثه الباقيين بالمجهود، اللي داخل هيثبت نفسه او هيكون في الفورمه داخل البطوله هو اللي هيقدر ان هو يعمل ده. ده احساسي، انت ممكن تاكد لي الكلام او تنفيه. بس هو الموضوع كله احنا سافرنا البحر الابيض 3 جوان انا وكريم انداوي والطيار. انا ما لعبتش في البحر الابيض خالص. خالص. كلها تمارين بس. بعد كده اسمه حصل دروب وما كسبناش البطوله يعني. فرجعنا مصر، فالجهاز الفني قرر ان هو شافني بتمرن بقى لي فتره كويس، وانا من عائله الناس اللي بقى لي فتره بتمرن ومش بتكلم، وقت ما هلعب هلعب، ما لعبتش ما عنديش مشكله، مش حابب ان يبقى فيه مشاكل، خصوصا في مركز حراسه المرمى ده الدنيا بتبقى فيه يعني حساسيه شويه، لان احنا اصحاب، احنا كلنا احنا الثلاثه اصحاب جدا، انا والطيار كنا قاعدين مع بعض في الاوضه. تمام؟ فهو الموضوع كله ان انا ما كنتش لعبت في البحر الابيض، فقال لك خلاص هنبدا بمحمد اول ماتش، فبداوا بيا فلعبت كويس. طب وليه ما لعبتش في البحر الابيض المتوسط؟ دي حاجه غريبه بالنسبه لي برضه. هو انا بالنسبه لي عامه يعني مدرب الاجوان كان هو عايز يلعب الحراس كلهم، بس كانت شايفين نظام البطوله مفيش تغيير. مفيش تغييرات، هم 16 لعيب وما عندكش تغيير الا في حاله اصابه. اوكي. فهو عايز يلعب الثلاثه فمش عارف يلعب الثلاثه. فهو قال خلاص يعني، هم كان الكلام ان هو هيلعبوا بالكريم وطيار بتوع البحر الابيض، وفي افريقيا هنشوف. هنعمل ايه التغييرات والكلام ده كله. فجي افريقيا بداوا بيا الماتش الاولاني الحمد لله لعبت كويس. والاجوان كده عامه يعني هو بادئ عادي والدنيا كانت تمشي روتيشن عادي. روتيشن ان هو ممكن في الماتش اللي وراه ينزل الطيار مكانك ينزل الطيار او ينزل طلع كريم ينزل ينزلني، الموضوع كان يبقى كده. بس في الاجوان بالذات المركز ده يعني لما بيلاقي جون ماشي فبيسيب يعني من اول البطوله عمل كده، فبيبتدي يبقى فيه كلام، طب هو بيلعب كويس، طب هنسيبه، طب هنعمل ايه. فهي جت الحمد لله ان انا لعبت كويس تاني ماتش المغرب لعبت كويس، فالموضوع بقى
ماشي خلاص اللي هو ماشي كويس وقرر ان هم هيكملوا يعني ان هو هيكمل الماتشات يعني. ما ده اللي بقوله ان انت داخل البطوله هنداوي تمام وللثقل والخبرات وكل طبعاً. الكلام ده وبعد كده الثلاثه الباقيين كله هيشتغل بمجهوده كله فانت نزلت اول مباراه وتاني مباراه ما شاء الله يعني الحمد لله. اثبتت نفسك وربنا كرمك بالتاكيد والكل مجتهد نصيب وانا بقول انه بجد انت اجتهدت واكيد الطيار حارس مرمى على اعلى مستوى طبعاً. عشان طبعا يعني موضوع ما فيهوش كلام ولكن هي بتبقى هي زي ما بيقولوا نصيب ومتقسمه وكل واحد تحيه زي ما انت قلت حارس المرمى لو مشيت معاه خلاص الموضوع خلص يعني بالظبط. طيب بيفرق معاك قد ايه الدفاع قدامك بس انت هتجاوبني على السؤال ده بعد الفاصل انا هستاذنك في بريك صغير كده ونرجع نكمل كلام هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع نجم من نجوم حراسه مرمى منتخب مصر لكره اليد محمد علي الاونطجي ولكن بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مرة أخرى ولسه مكملين حلقتنا مع النجم حراسة مرمى منتخب مصر لكرة اليد محمد علي بالتأكيد. محمد زي ما سألتك قبل الفاصل بيفرق معاك قد إيه أن يكون الدفاع اللي قدامك دفاع متكامل دفاع فيه تسليم وتسلم دفاع عارف أنه هو كل واحد عارف دوره والدنيا مش ماشية كده بالحب ولا بالبركة لا في سيستم في الدفاع بيفرق معاك كحارس مرمى قد إيه وفرق معاك في البطولة قد إيه؟ لا بص هو انا الدفاع فرق معايا في البطوله جدا لان احنا دفاعنا عامه دفاع مميز شويه في طريقه لعبه يعني واما اللعيبه بتبقى جاهزه بيفرق مع حارس المرمى جدا وانا بالنسبه لنقطه الدفاع دي فانا حابب اشكر يحيى الدرع ويحيى عمر يحيى خالد يحيى خالد لان الاثنين دول لما كانوا بيبقوا في الملعب وانا موجود كانوا فعلا بيعملوا اكتر حاجه عندهم عشان يساعدوني ان انا اصد صحيح لان هم كانوا هم اصحابي جدا وشايفين ان انا يعني محتاج اخد فرصتي والكلام ده كله وفعلا ساعدوني كتير جدا في خصوصا في طريقه اللعب صحيح يعني يبقى كسبانين فرق 10 و15 جون وبينزلوا يلعبوا 100% عشان عارفين ان انا اللي واقف عشان عارفين الحاجات دي هتفرق معايا عامه قدام وانا بشكرهم جدا يعني من خلال البرنامج فعلا يحيى الدرع ويحيى عمر في البطوله دي بتبقى تفاصيل صغيره عارفين ان هم يفيدوك بيها زي مثلا البلوك ان حد يروح يعني في ناحيه وانت ناحيه انه بالظبط مع يحيى الدرع بالظبط بالظبط فدي بتفرق معاك في التفاصيل دي لا بتفرق جدا بتفرق جدا طبعا وكل اللعيبه عامه كانت بتشجعني وممدوح هاشم كان بيشجعني جدا واحمد الاحمر كان بيشجعني جدا لان هم انا بقالي فتره كبيره بقالي فتره كبيره ما لعبتش في المنتخب من 2018 غالبا ما لعبتش اول بطوله من 2018 فانا بقالي 3 سنين موجود او 4 سنين بتجمع بس ما كنتش بلعب فان انا بعد 4 سنين دي ابتدي العب يعني واخد فرصتي وفي مصر البطوله دي بقى في مصر فده يعني زي ما ممكن ربنا بيعوضك عن حاجات كتير يعني صحيح بص حراس مرمى منتخب مصر على مر التاريخ يعني كانوا اساطير وعملوا انجازات محترمه جدا واحد مثلا من اللي خد احسن 4 حراس على مستوى العالم ده يعني كان بقى اسطوره وكان بقى واقف في الجون كده فيه هدوء والرياكشنز هادي قوي
ومفيش خالص يعني، انت تحس ان في هدوء دايما، الاجوان بتحس انهم ايه بيحمسوا. انا حضرته بصراحه، اتفرجت عليه يعني، مش عايزه اكبر نفسي قوي، وهو مش كبير قوي على فكره. طالما قلت السيناريو ده انا كده عرفت مين، عرفت مين صح. بس خليني اكمل يا عم، اكمل اقول الكلمتين اللي عندي. المهم ان هو دايما حراس المرمى انتوا شويه رياكشناتكم يعني كتيره او اوفر، او بتحمسوا نفسكم بشكل كبير. هو كان بيبقى واقف في منتهى الهدوء. اهدى جون شفته في حياتي واتقل جون بصراحه على مر التاريخ شفته برده في حياتي. منورني ومشرفني على التليفون كابتن ايمن صلاح، يعني عضو مجلس اداره طبعا الاتحاد المصري لكره اليد، واحد من نجوم حراسه المرمى على مر التاريخ بقى، مهما قلنا وحكينا الموضوع كبير قوي. منور الدنيا كابتن ايمن. الله يخليك يا نيار، ربنا يخليك. بقول لهم ان انتوا رياكشناتكم دايما لجوار رياكشناتها زياده كده، ويقعدوا يحمسوا بعض ويخبطوا ايديهم في العارضه كابتن ايمن كان على الهادي قوي بقى. لكن رب الهدوء. انا هنداوي بحس ان ايده هيجرى لها حاجه من كتر ما بيجبدها في العرض. احنا غلابه جنبك. ازيك يا محمد؟ طبعا ببارك لك يا كابتن ايمن، وبجد يعني كالعاده كاتحاد وكمنتخب وككل حاجه، وانكم بتكملوا على شغل بعض كاتحاد مصري لكره اليد، بجد حاجه عظيمه جدا وحاجه تدعو للفخر، وكالعاده رفعتوا راسنا. الحمد لله، ربنا يبارك كلها وكل الناس والمسؤولين والجمهور طبعا، واتحاد قديم واتحاد جديد واتحادات قديمه واتحادات سابقه. لان فعلا العمل اللي بيتم ده مش نتيجه فرد موجود دلوقتي او فرد هيجي بعد كده او فرد كامل قبل كده، العمل جماعي. فيعني هي دي الميزه في المنظومه بتاعت كره اليد. وبامانه يعني انا بشكر برضو اللعيبه دي والجيل ده، لان فعلا التوقيت بتاع البطوله بتاعت افريقيا كان صعب جدا جدا. البطوله دي يعني ساعتها الرسم كان في يناير، بعد كده جالنا ميل انها هتبقى في مارس، وبعدين جالنا ميل انها هتبقى في اربعه، وبعدين قرعه بطوله العالم اتعملت من غير ما يتحدث مين بطل افريقيا. يعني اول مره ان قرعه كاس العالم تعمل افريقيا واحد صحيح، افريقيا ثلاثه صحيح، اربعه خمسه. ف هم لغايه دلوقتي لاعبين موسمين ورا بعض. طوكيو اتاجلت عشان الكورونا، كانت السنه اللي فاتت فما حصلش راحه للمجموعه سواء لعيبه محليين او اللعيبه المحترفين. طيب الو، طيب الخط قطع، هنعاود طبعا الاتصال تاني بكابتن ايمن. لا هيرجع تاني، هيرجع، بس هو كان في مشكله في الشبكه طول المكالمه. قد ايه فعلا ميعاد البطوله كان ميعاد صعب؟ لان انت النهارده مع نهايه الدوريات، يعني انتوا في العادي بتلعبوا في يناير، ولكن مع نهايه الدوريات يا محمد بيبقى الموضوع صعب. انت مخلص موسم طويل عريض في دوريات اوروبيه والدوري المحلي، فالناس راجعه برضو مجهده. انت عندك مثلا يحيى خالد وعلي زين اخر ناس انضموا بعد طبعا الدور النص النهائي والنهائي في بطوله اوروبا، فموضوع صعب جدا جدا، ضغط موسم كامل يعني. لا هو صعب جدا، خصوصا اللعيبه اللي لعبت دوري ابطال اوروبا، اللعيبه اللي لعبت في الدوري الالماني زي الطيار. الطيار مخلص الدوري 14/6. اسمه ايه؟ يحيى خالد وعلي زين. يحيى خالد وعلي زين 20/6 مخلصين. وراحوا على البحر الابيض، يعني يحيى ما جاش لظروف معينه. علي زين جه على تاني ماتش. يعني اقول لك على حاجه، اللي يثبت لك ان التوقيت ده ما حدش بيلعب فيه كره يد، او اللعيبه اللي في ليفل عالي ما بيلعبوش كره يد، بطوله البحر الابيض. معظم الفرق الاوروبيه رايحه بالبي تيم ما عدا اسبانيا، كام لعيب من الدرجه الاولى على البي تيم، لان ما حدش بيروح البطولات دي في التوقيت ده، وما حدش فيهم بيلعب رياضه. انا في التوقيت ده طبعا الناس بتبقى اساسا يا مريحه يا هي هتبدا فتره الاعداد بالظبط، فالطبيعي ان ما يبقاش في ماتشات تاني. طيب معانا على التليفون مره تانية كابتن ايمن صلاح. كابتن ايمن، يعني ايه رايك في اداء محمد علي؟ يعني هنداوي لعب بحر ابيض متوسط وما شاء الله تالق، وتالق كمان في البطوله الافريقيه وما شاء الله عليه، ربنا يحميه هنداوي ويكتر من حراس المرمى عندنا. لكن ايه رايك في اداء محمد علي اللي هو اصلا ما لعبش بحر ابيض متوسط، ولما نزل البطوله الافريقيه عمل المستوى الهايل ده؟ والله بص انا يعني مش مجامله، عندنا مستوى الحراس كله صحيح، الاربعه هايلين. والميزه في الموضوع ان اللي بيبقى موجود جوه
ما بيبقى مش فارق معاه اللي المفروض بره مين بيلعب مين ما بيلعبش مين بره خالص. يعني طوكيو محمد علي كان بيتاخد اللعيب اللي خارج القريه الاولمبيه. كان بيتمرن وبيتمرن بجديه وبيتمرن بحماس. نفس الكلام في البحر الابيض كان الحارس الثاني. لكن الميزه بقى انك انت لما يبقى عندك حد انت بتمرنه بس ولما تطلبه وتلاقيه في الوقت اللي انت بتطلبه فيه هي الميزه بقى اللي بتفرق انك انت فعلا بيبقى بيعتمد عليه ويسد في الوقت اللي هو مطلوب منه. هو ده محمد علي اللي عمله بالظبط. انك انت بره ما بيشاركش في المباريات لكن تمرينه ما بيفوتهاش كذلك التمرين ما بيفوتهاش. لما نزل الملعب اثبت كفاءه وجداره. فدي طبعا روح هايله من محمد. محمد اكثر مسافر بقاله سنتين. حد شافه في مصر هو كان مميز في مباريات الزمالك لكن بقاله فتره بيلعب بره فمحدش كان شايف. لكن يلعب في مصر واكثر كفاءه واكثر جداره. طبعا بحييه وبشكره. ربنا يخليك كابتن ايمن والله. صحيح دي شهاده والله. انا هتغر كده خلي بالك. يعني مش دلوقتي. استنى شويه استنى بعد كاس العالم. كابتن ايمن ما ينفعش تبقى معايا وما اعملش استغلال بسيط كده واسالك عن المدير الفني. هيكون ايه القرار في الفتره اللي جايه؟ هل في عشان انا الموضوع حصل فيه بلبله ولغط ولقيت امبارح وينهي العلاقه ومش ينهي العلاقه. بوضوح وبكل صراحه في القصه من الاخر يعني. الراجل كان متعاقد مع المنتخب القومي لغايه شهر يناير. فول تايم. بالظبط. فول تايم. فول تايم ان هو يبقى متواجد مع المنتخب بس ما يدربش حاجه ثانيه. بالظبط كده. فلما خلصنا طوكيو وجينا في شهر 9 جه قال لنا ان نادي المانيا ترتيبه العاشر سونجن عايز يتعاقد معانا وهو حابب يعمل التجربه. كنا في شهر 9 بعد حوالي 3 اشهر على بطوله افريقيا 10 11 12 الوقت كان مسلوب جدا. فعدلنا معاه العقد من فول تايم لفار تايم من متفرغ لغير متفرغ. تمام. لغايه شهر كام؟ شهر يناير. البطوله اتاجلت لشهر مارس عملنا اكستند للعقد شهرين. بعدين اتاجلت في 4 رحنا مدينه تاني شهر. اتعملت في شهر 7 رحنا مدينه تاني لغايه شهر 7 لان انت بيجي لك الخبر بتاع التوقيت البطوله مفيش قبلها بيبقى على طول شهر شهر. بالظبط بالظبط. ما ينفعش تعمل حاجه كل الخطوات دي معموله ب موافقه وزاره الشباب والرياضه. ما نقدرش نعمل حاجه وزاره الشباب والرياضه. فالعقد الاوتوماتيك اللي هو البارت تايم انتهى بنهايه بطوله افريقيا. صحيح. هو عايز يكمل معانا واحنا عايزينه يكمل معانا. تمام. القصه ان التوقيت بتاع بطوله العالم بالنسبه للدوري الالماني تقريبا الدوري الالماني هو اخر دوري بيخلص المباريات بتاعته على مستوى اوروبا. تمام. فاخر مباراه بالدوري الالماني 28/12. اوكي. 28 والبطوله في يناير. والبطوله 11 يناير. بالظبط. احنا عاملين اعداد في شهر ديسمبر احنا بقى في الدوري المحلي موقفين الدوري احنا بنتحكم. موقفين الدوري شهر ديسمبر كله وعاملين مباريات وعاملين اعداد وعاملين معسكرات وعاملين مباريات بدون المحترفين اللي بيجوا تباعا. اخر ناس بتيجي المانيا من المحترفين اللي هم هيبقوا مين؟ حسام الطيار والمدرب. بالظبط. طلبنا منه مراعاه ان نزود عدد مرات التواجد في مصر. يعني ما يجيش الاسبوع الدولي بس وقبل البطوله ب 10 ايام او يبقى متفرغ. فلسه احنا في النقاش ده. هيقدر مش هيقدر. احنا عشان بس نتكلم. طيب خليني اسالك سؤال واضح وصريح ومباشر وقول لي او لا او خلاص لو عايز تمتنع برضه على الرد مفيش مشكله. لا مش همتنع. ماشي. حضرتك اصلا مع ما انا عارفه كابتن ايمن بجد ردوده صريحه جدا. حضرتك مع فكره ان مدرب منتخب مصر بحجم منتخب مصر وبحجم الانجازات والمكانه اللي بقينا فيها مدرب منتخب مصر ينفع يكون متفرغ ولا بارت تايم؟ متفرغ. لازم متفرغ صح؟
طيب خلاص شوف الراجل ده بيجيبني من الاخر يعني. ممتنع انا بقول لحضرتك لازم يبقى متفرد. صحيح. انت محطوط عليك ضغوط طبعا، انت عايزه توصلي مربع ذهبي في بطوله العالم، انت عليت سقف طموحات جماهيرك، فلازم ده سلاح ذو حدين، لازم تفضل فيه. ابراهيم المصري عايز تصوير وجون سبورت اول ناس. اه انت قال لك الفرق ده. اه احنا كلنا زعلانين الناس. انا بقول لحضرتك اهو، والدكتور اشرف صبحي كان جه واستقبل ناس وابطال، وابطال حصلوا على ميداليات ذهب وفضه وبرونز. اه اللعيبه كانوا حاطين وشهم في الارض مكسوفين ان هم خسروا مباراه اسبانيا. لو دي تاني بحر ابيض يعني. اه الاحساس بتاعهم. اه الاحساس بتارك للعيبه حصلوا على فضيه. واحنا الناس كنت انت اخفقت بتقول لنا هارد ناس. بالظبط. سقف الطموحات. بالظبط صحيح. 24 تجيب ميداليا. صحيح. هل انت هتجيب ميداليا لان الفلان بيتمرن يمرنا 10 ايام 15 يوم 20 يوم قبل البطوله؟ صعب. صعب جدا. صحيح. كابتن ايمن انا بشكرك جدا على تواجدك معنا ونورتنا وشرفتنا، وحقيقي كالعاده ردودك صريحه وكلامك مباشر وبتقول للجماهير كل حاجه بمنتهى الصراحه. نورت الدنيا والف مليون مبروك على الانجاز المحترم ده. طيب خليني ارجع لك مره ثانيه، كلنا داخلين البطوله الافريقيه وبنقول حتى كمان لان المنافس الاشرس ليك هو منتخب تونس، فشفنا في البحر الابيض المتوسط صحيح كسبنا فرق اربعه بس، ولكن كان يعني الدنيا باينه، يعني الجواب باين من عنوانه ان انت منتخب تونس الدنيا بعيده شويه، مش المنافس الشرس اللي كان ليك في المرات اللي فاتت، ولكن نزلنا في البطوله الافريقيه مشينا ماتشات كلها زي الفل بفارق سكور عظيم عظيم جدا، لكن ماتش تونس كان عكس توقعاتنا شويه. يمكن انتوا كنتوا حاسين ان ممكن المباراه تكون كده، بس احنا كجماهير كنا حاسين ان انتوا لا انتوا بعيد قوي وممكن تكسبوا فرق يعني. هو انا معاكي في الموضوع ده كتفكير جماهيريا طبيعي يبقوا شايفين ان احنا بعاد عن تونس، والناس اللي جوه الهاندبول برضو شايفين كده، بس هو ماتش مصر وتونس مالوش زي اهلي والزمالك كده. أوه. مالوش حسابات يعني. صحيح. ما تقدرش تعرف مين هيكسب. ديربي عربي. هم كانوا عايزين ماتش، هم مش باقيين على حاجه، وده اخطر فرقه تلعبها الفرقه اللي نازله هي مش فارقه معاها حاجه. هي كده كده عارفه ان هي ممكن بنسبه كبيره هتخسر، فتنزل تعمل اللي عندها. كسبت والله هتبقى في حته ثانيه، ما كسبتش كده كده منتخب مصر فريق كبير. برافو عليك فعلا. هي كانت هم نازلين الماتش يعني موتين نفسهم على الماتش، هم لعبوا ماتش كفنيات. لعبوا ماتش كويس جدا، من احسن ماتشات ليهم، يمكن احسن من نهائي 2020. يعني هم فنياتهم الماتش ده عارف يلعبوا معانا صح. واحنا اللي كان علينا الضغوط. مش هم، ما كانش عليهم ضغوط خالص. احنا اللي علينا الضغوط لان احنا في بلدنا ما ينفعش نخسر، كنا مضغوطين ان احنا لازم نلعب كويس، وان احنا الضغطه جايه من ناحيه ان احنا شايفين ناس عايزين نكسب تونس فرق 10، ودي مش هتحصل. وجود الجماهير فرق معاكم قد ايه؟ لا فرق كتير. فرق كتير خصوصا في ماتش تونس وانت فاينل. فرق كتير جدا يعني. صحيح. كنت متوقع ان كاب فيردي هو اللي هيوصل نهائي؟ لا ما كناش متوقعين الصراحه، بس احنا كنا من اول البطوله بنقول المنتخب ده منتخب كويس. اللي الناس ما تعرفوش ان المنتخب ده كله محترفين. هو وفرق كبيره. طبعا مش فرق. وهم هم والمغرب انا شايفه انهم كانوا مفاجات البطوله. مفاجات طبعا. طبعا. طيب اخيرا هتروح اسبانيا امتى؟ شهر 8 ان شاء الله. شهر 8. عايز تقول ايه في الاخر؟ والله انا فعلا كنت مبسوط جدا ان انا جيت النهارده قناه نادي الزمالك، من يعني من اسعد لحظات حياتي اللي كانت في نادي الزمالك، وانا قلتها ان اخر اربع سنين اللي ليه فضل عليا هو نادي الزمالك بطريقه كبيره جدا. انا لما طلعت احترفت عن طريق نادي الزمالك، مش فيديوهات المنتخب، كانت فيديوهات اللي انا لعبت فيها مع نادي الزمالك. فده يعني حاجه انا جميل شايله للنادي طول عمري، واتمنى بعد ما اخلص احتراف في رجوعي ان شاء الله اكون موجود في نادي الزمالك باذن الله. نورتنا وشرفتنا يا محمد، واحنا كمان نتمنى ده، وان شاء الله متجمعين تاني في انجازات جديده لمنتخب مصر، او بعد رجوعك لنادي الزمالك، او مع انجاز جديد في احترافك، لان انت كل ما هتحقق حاجه ولو قد كده في احترافك ده هيرفع راسنا فوق كمصريين وكزملكاويه بالتاكيد. نورتني وشرفتني يا محمد، وكنت سعيده جدا وتشرفت بوجودك معانا. شكرا. ودي كانت حلقتنا مع نجم منتخب مصر ونجم حراسه المرمى
وسلامه لمنتخب مصر لكره اليد اللي كلها بخير، سواء ابتداء من هنداوي ومحمد علي والطيار وحميد، حقيقي كلهم نجوم بالتاكيد. اشوف حضراتكم وحلقه جديده من ملوك الصالات ان شاء الله يوم السبت. كثفوا دعواتكم ان شاء الله علشان بكره الزمالك باذن الله يقدر يفوز في مباراه القمه اللي بتمنى انها تكون عاليه جدا على المستوى الفني، والاهم تكون عاليه جدا على مستوى الروح الرياضيه. كلنا اخوات في الاخر، وان شاء الله نادي الزمالك يقدر يحقق الفوز وتكون بكره ليله زملكاويه خالصه باذن الله. اشوفكم على الف خير يوم السبت، سلام عليكم.